الأسبوع الثاني من شهر أيار لعام 2024، وأبرز العناوين التي تصدرت وسائل الإعلام في برنامج الأسبوع في دقيقة. للشهر الثامن على التوالي يواصل الاحتلال عدوانه على قطاع غزة وسط استمرار القصف واستهداف المدنيين. الاحتلال يوسع العملية العسكرية في رفح نحو المدينة، فيما يواصل إغلاق معبري رفح وكرم أبو سالم وسط تحذيرات من كارثة إنسانية غير مسبوقة. نحو 450 ألف شخص نزحوا قصراً من رفح جنوب قطاع غزة، هذا وقد فر 100 ألف شخص آخرين من منازلهم وسط تجدد القتال في مناطق شمال القطاع، ما يعني أن حوالي ربع سكان القطاع والبالغ عددهم نحو 2.4 مليون شخص قد نزحوا مجدداً. واشنطن تعمل وبشكل عاجل على التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار استباقاً لقرار إسرائيل باجتياح رفح، في حين وزارة الخارجية القطرية تقول إن المفاوضات في حالة جمود بسبب عملية رفح وعدم وضوح إسرائيل بشأن طريقة وقف الحرب. خلافات دولية وانتقادات حادة توجه إلى رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو ومجلس الحرب، وإجماع دولي أن حماس وزعيمها يحيى السنوار مديران الحرب من الأنفاق أفضل من نتنياهو. حراك طلابي يمتد كل يوم تضامناً مع القضية الفلسطينية ودعماً لقطاع غزة، وجامعة UW الأمريكية تستجيب لمطالب الطلبة المؤيدين لفلسطين. اندلاع مئات الحرائق في الغابات الكندية وإجلاء 3500 شخص مع بدء موسم الحرائق. وفي الشأن الاقتصادي، ارتفاع أسعار الذهب في تعاملات هذا الأسبوع، حيث صعدت العقود الفورية لهذا المعدن النفيس لأكثر من 10 دولارات للأونصة.